مرحبا، معكم كوتش نينو. تمرين اليوم رح يكون جدا مختلف. كل الصبايا اللي عم يحاولوا يحصلوا على جسم منحوت بالبيت من دون اي اوزان، هالتمرين جدا جدا مناسب لكم. 5 تمارين رح تستعيدوا عنا عن كل التمارين، يعني هي خلاصة كل التمارين يلي ممكن تحركي فيها كل عضلات جسمك تحققي جسم منحوت باسهل واقل وقت. تمام؟ 3 2 1 go. نبدا اول شيء نعمل مشي في المكان. يلا نعمل شوية أحماء، بعدين رح نشتغل التمارين. كل تمرين رح نعمله 4 مرات، 20 ثانية رح يكون تمرين و10 ثواني رح. تمام؟ يلا نبدأ نمشي في المكان. حرك شوي ايدينا. برافو عليك زينة، حركي ايديك. تمام، يمين يسار، حرك جسمنا. دائما لازم نعمل أحماء سريعة قبل ما نبدأ بالتمارين بشكل عام. يلا فوق تحت شهيق زفير. برافو، شهيد زفير، ممتاز. برافو. رح نروح خطوة يمين خطوة يسار، سقفة صغيرة بالإيدين، حرك النهايات العصبية بإيدينا. برافو. تمام، نعلي شوي صوت الموسيقى. برافو. يلا نبلش بأول تمرين صبايا، جاهزين؟ يلا جنب 20 ثانية. يلا برافو. هذا التمرين رح يساعدنا على حرق الشحوم بالجسم. برافو، من كل الجسم. شدي عضلات البطن، لا تنسي التنفس. ممتاز، برافو عليك. تمام، نريح شوي. ممتاز، شهيق وزفير، نرتاح شوي. يلا هلا رح نعمل 20 ثانية كمان. ليتس جو. Again, ثالث مرة، جاهزين؟ Let's go. Yeah. عضلات الفخذين والبطة والكاحل. جاهزين؟ مش لقدام، تحت فوق. مد ايدينا لقدام. برافو عليك، تحت فوق. ممتاز، عم نحرك كمان عضلات المؤخرة. يس، برافو. نحاول الركبة ما تتجاوز مشط القدم. تمام، نريح شوي. حرك عضلاتنا، ناخذ اكسجين، نطرح ثاني اكسجين الترجمان. اجين مره ثانيه، جاهزين؟ تحت. برافو. ممتاز. تمام، هسه ضل مرتين بهذا التمرين قبل ما ننتقل للتمرين اللي بعده. جاهزين؟ ليتس جو. طبعا مع الايام اذا حسيت التمرين صار سهل عليك ممكن تزيد المده، يعني بدل 20 ثانيه ممكن تشتغل عليه نص دقيقه. برافو، ريح شوي ونعمله اخر مره. جاهزين؟ بندر عجلة تفرجيكم الحركة مظبوط. ليتس جو. تمام،
نحرك فيه عضلات الصدر. على عضلات الصدر وعضلات الجلوتس والظهر. يلا راح نشتغل يمين يسار. تمام راح نريح شوي نرجع نعيد التمرين ثلاث مرات. هذا التمرين كثير منيح للصدر للكتاف للايدين للبطن. يلا اجين هذا التمرين. طبعا ما ملاحظين عم نشتغل على التمارين المقاومي وحر شوفهم بنفس الوقت. يلا ثالث مره نحاول نطرح ثاني اكسيد الكربون ناخذ اكسجين. برافو نرفع من الاستقلاب بالجسم. تمام التمرين اللي بعده راح يكون سكوات. اجرينا راح تكون مفتوحه لبرا. تمام حركين فخذين تحت فوق. برافو سوري الموسيقى ما عم تشتغل منيح. يلا مرة ثانية تحت فوق. برافو ريح شوي. ثالث مرة مفتوحين المشط تحت لفوق. برافو عليك عم نحرك بين الفخذين. ممتاز بيحرك عضلات القسم السفلي بشكل كامل وعضلات القسم العلوي. وكمان بالنسبه للمبتدئين بدي احكي شغله كثير مهمه، اذا ما فينك تقفزي فبس ارفعي شوي الكاحل لفوق، اوكي؟ رح نبدا بعد 4 3
ثلاثة شرحتيني. يلا فوق، برافو. جاهزين؟ Let's go. Let's go. يلا جاهزين التمرين اللي بعده؟ حط ايدينا على الارض، يلا نشتغل فوق، يمين يسار. الظهر، اليدين، الصدر، الكاحل، فهو تمرين جدا رائع ممكن تعتمديه.
نسيل الكربون. كمان وطي شوي صوت موسيقى. برافو. لورا نسحب شهيق زفير شهيق. رح نط قدام اجري بهي الطريقه. طلع الاجر الثاني عليا اضغط شوي. نعمل ستريتشنج شوي لعضلات الفخذ الخلفيه. برافو. يلا اجر الثاني. عجلينا هيك بهي الطريقة. تمام. وهيك بكون خلص تمرين. صدقيني اعمل هاي الخمس تمارين كل يوم بشكل يومي وراح تلاحظي فرق كتير كتير كبير بشكل جسمي عن قريب. يعني ما راح اوعدك، ما راح اقول لك خلال من اول اسبوع، بس صدقيني كتير المده قصيره. لا تنسي تاخذي صور قبل وبعد لانه كلياتنا بننسى كيف كان شكل جسمنا بعد فتره، فالافضل كل اسبوع تاخذي صوره لشكل جسمك من قدام ومن على جنب وتقارني وتشوفي التغييرات بجسمي. وانتبهي كتير منيح انه الميزان ليس دليل قطعي انه احنا عم نخسر شحوم ولا لا، فحتى لو ثبت الميزان ما تردي عليه، انتبهي على شكل جسمك والقياسات والصور. شوفكم خير، كانت معكم فرشنا. Love you.